منذ ثلاثينيات القرن الماضي بدأت قصة صناعة الزيوت في السودان على يد الأغاريق والإنجليز الذين استخدموا التقانة الأوروبية الحديثة في ذلك الوقت. أما في النصف الثاني من أربعينيات القرن الماضي بدأ توطين هذه الصناعة في السودان على يد رأس المال السوداني. السودان به العديد من المواد الخام التي تستخدم في صناعة الزيوت. معلوم لدى الجميع أن السودان يغطي 6.7 من حاجة العالم للفول السوداني، وهو الأول على مستوى إفريقيا والوطن العربي في إنتاج الفول السوداني. أما السمسم فإن السودان ينتج السمسم الأبيض والأحمر والمختلط بنسبة تصل إلى 350 ألف طن في العام الواحد. رغم توفر المواد الخام والأيدي العاملة وتراكم الخبرات، إلا أن صناعة الزيوت في السودان تواجه خطراً حقيقياً. ففي أواخر العام 19 و2000 أوردت لنا الصحافة السودانية أن مدينة واحدة مثل مدينة أم روابة تم إغلاق 12 مصنعاً فيها. فما هي الأسباب؟ نجيب على ذلك في التحقيق التالي من زوم. الزيوت السودانية عرفت عالمياً باسم الزيوت النبيلة لخلوها تماماً من المواد الكيميائية التي تضر بالمستهلك، مع احتفاظها التام بكل الفيتامينات والمعادن المستخلصة من المنتج الزراعي، مما دعا لتسميتها عالمياً بالمعاصر لخلوها من الإضافات. محاصيل الحبوب الزيتية هي بتنحصر في محصول الفول السوداني ومحصول زهرة الشمس ومحصول السمسم وبذرة القطن، كلها تصنف هي المحاصيل الحبوب الزيتية. بالنسبة للمساحات المتوسطة ومعدل السنين الأخيرة، الفول تقريبا بيصل جملة المساحات إلى أكثر من 9 مليون فدان، بالتركيز على الولايات الغربية هي بتاخذ النصيب الأكبر في الإنتاج وفي المساحات المزروعة. ثم بيجي بعد كده محصول السمسم، وهو تقريبا يعني جله في القطاع المطري، وكذلك الفول طبعا، وبتوزع بين ولاية القضارف وولاية النيل الأزرق وولاية سنار والنيل الأبيض، وكذلك ولايات كردفان ودارفور بنسبة أقل. رغم بلوغ متوسط إنتاج الموسم الزراعي لعام 19 و2000 من الفول السوداني نحو 700 ألف طن، وزهرة الشمس 108 ألف طن وفقا لتقرير من وزارة الزراعة السودانية، إلا أن الكثير من المصانع السودانية أوصدت أبوابها تماما. إنتاجية المصنع من الزيوت، كان المصنع ده يعني عشان يشتغل بيكون في 10 ألف طن بتاعة بذرة قطن عشان يتم عصرها، 10 ألف طن، لأنه طبعا مصانع الزيوت دي يعني لازم أنت تكون مهيئ كل المحصول في وقت في بداية الموسم عشان تشتغل طول العام، لأنك أنت عندك عمالة بتشتغل، المصنع بيشتغل 3 ورديات، كل وردية 8 ساعات، يعني 24 ساعة بيكون شغال اليوم، عبارة عن مكابس ضخمة جدا جدا، مكابس بتعصر المادة الخام دي اللي هي بطريقة العصر. فالمكابس كانت بريطانية، شركة روز داون البريطانية كلها، يعني كان استيراد للماكينات بيجي من أوروبا لأنها مكانات جيدة، فيها مكانات إي بي، مكانات ألمانية. فده بالنسبة للطاقة بتاعت العصر اللي هي في الجملون الآخر. الجملون ده هو للتكرير الزيت، انا بعد ما اخلص المرحله بتاعه العصر بيجي مرحله التكرير، اللي هو برضه جاي من المانيا من شركه كروب من جيرماني، واللي هي من اعظم الشركات في انتاج التكرير والصناعات الميكانيكيه لكل انواع الماكينات. مصانع الزيوت القديمة كانت تستخدم بذرة القطن المزروع في مشروع الجزيرة، بيد أن تدهور المشروع بالإضافة إلى ضعف الزيت الناتج من بذرة القطن الذي لا يتجاوز 12%، أدى إلى قلة استخدام بذرة القطن، ليأتي القطن المحور وراثيا في عام 13 و2000 ليقضي تماما على صناعة زيوت الطعام المستخلصة من بذرة القطن ويجعلها ضربا من الماضي. أكثر دولة فيها منتجات زيتية هي السودان،
فانشأ المصنع ده 1948 وعمل اللي هي المصانع اللي في بحري هنا وفي الخرطوم. مين اللي دي بتعتمد على بذرة القطن لأنه قريبة لمنطقة الجزيرة ولمشروع الجزيرة اللي هو عملوه الإنجليز، ويعني فيه كميات ضخمة جدا جدا من المادة الخام لصناعة الزيوت. ففي مشروع الجزيرة طبعا بيطلع القطن كشيء أساسي، وكان بيصدر لمصانع يوركشير في بريطانيا. بيجا ده باي برودكت يعني بذرة القطن، ولكن وطننا الصناعة دي وصار يعني عشان لتسهيل الإنتاج. يعني أصل المصنع ده بيقع على شارعين، شارع أمامي وشارع بالصيد الثاني، عاملين قدام شارع رئيسي للسيارات وظهره طوالي شارع بتاع سكة حديد، فيه قضيب سكة حديد عشان يجيب لك البذرة من مشروع الجزيرة المادة الخام إلى بوابة المصنع. ولأن لكل حالة استثمارية ظروفها الخاصة رغم البيئة الاقتصادية المشتركة، دفعنا بالسؤال المفتاحي: ما هو سبب إغلاق المصنع؟ أسباب توقف عدد كبير من المصانع في السودان إنه الحكومة السابقة دي عن تعمد، واللي هي عن طريق سياسة التمكين، في إنه المصانع دي ممكن بيفتكروا ناس بينتموا ل يعني أنظمة سياسية أخرى، وده ما كان حاصل، كلهم رجال أعمال وتجار. فكانت طريقة بتاع التدمير للصناعة دي، وما صناعة الزيوت بس، حتى صناعة النسيج، كل الصناعات في المنطقة الصناعية دي استمرت والمصانع دي مقفلة. فالحكومة حاربت الغطاء ده، عشان تحاربوا عمل شنو؟ يعني مصنع أجنبي بكمبوننت من بعض رجال الأعمال من الحكومة اللي فاتت. يتم استيراد خام زهرة الشمس وهنالك إحفاءات جمركية له، لذلك أصبح أفضل في التكلفة مقارنة بزيت الفول والخامات الأخرى. فهل يتم إغلاق نافذة الاستيراد لمصلحة المنتج المحلي؟ أنا أفتكر لنقفل باب الاستيراد لما يصل معدلات الإنتاج إن ممكن تحقق الارتفاع ذاته، لكن ما زال الإنتاجية بتاعة زهرة الشمس ضعيفة جداً، وفيها إشكاليات بتاعة البذور، لأن ما زالت البذور بتستورد من الخارج، وده واحدة من الأسباب الرئيسية في إنه زهرة الشمس لم تنجح إلى الآن كإنتاجاً وتقليل تكلفتاً وكده. رغم أن السودان يأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث إنتاجية الفول السوداني، لأن المنتج إذا ما قورنا بالمساحات الشاسعة والأراضي الخصبة ومياه الري غير متوافق مع الإمكانيات. بنتكلم بخصوصية أكثر عن أهم زيت ينتج من أراضي السودان، هو زيت الفول السوداني اللي هو بالإنجليزي peanut oil، وفي رواية أخرى groundnut oil، اللي عندهم معرفة بعالم الزيوت. زيوت الطعام المنتج في السودان بنسبة 90% هي تنتج من الفول السوداني. هنالك العديد من المعيقات الاستراتيجية لزيادة إنتاجية الفول السوداني، لابد من تدخل الدولة لوضع الخطط الزراعية الناجعة. زراعة الفول السوداني تتم على مستوى الفرد. انعدمت للأسف المشاريع القومية الكبيرة التي تنتج هذا المنتج على مستوى الاقتصاد الكلي، على مستوى إنتاج يتناسب مع حجم الطلب العالمي، للأسف هذا غير موجود. بالرغم من أنه هناك جهود يعني كانت واضحة في تيسير مسألة التمويل لصناع الزيوت، ولكن التمويل على مستوى الزراعة معدوم تماما، لأنه هذه المشاريع كما ذكرت هي مشاريع تدار بواسطة أفراد أو على مستوى الأسر المنتجة. الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي مؤسسة مالية عربية مشتركة برأس مال مدفوع يبلغ 721 مليون دولار، ولديها 13 شركة في السودان تستثمر في مجال الزراعة والسكر والزيوت. اختارت السودان تحديداً لمقر لصناعة وتكرير الزيوت النباتية المحدودة تحديداً، وذلك لما يتميز به السودان من نوعيات ممتازة من الحبوب الزيتية، الفول السوداني وزهرة الشمس وبذرة القطن. وهذه المنتجات من الحبوب يعني تصدر في شكل
الفول السوداني بيصدر في شكل مقاوة حبوب أو منتجات هي عبارة عن زيت خام وأنباز. زمان كانت الرقعة الزراعية بتكفي لكمية يعني معتبرة من الحبوب الزيتية في خلال العام، ولكن لأسباب ممكن أكون متعلقة بزراعة وبغيرها الكمية بتاعت الحبوب والمنتجة أصبحت ما بتكفي، يعني ما بتكفي البلد بشكل عام، ولذلك بنستعيد عن الكميات الإضافية بالاستيراد. مصانع الزيوت لديها العديد من المخلفات الصناعية، فالصناعة عالميا ترتبط بها مصانع مصاحبة مثل مصانع الصابون وغيرها، بينما في السودان أغلبية مصانع الزيوت لا تقوم بالإفادة المطلوبة من المخلفات الصناعية. طبعا بجانب مصانع الزيوت من الاستخلاص والتكرير عندنا مصنع للصابون، وغالبا الصناعات التحويلية ما يتعلق بمنتجات أو مخلفات الزيوت النباتية بتستخدم لأغراض التصبين، ولذلك جزء منها مخلفات زي الأحماض الدهنية الحرة، زي الصب ستوك أو الصابون الخام الطالع كناتج عرضي في التكرير بيحول لأغراض التصبين في الصابون مباشرة. أما فيما يتعلق بالعلف، يعني ما يتعلق بالأنباز، فالأنباز المعاصر اللي عندنا تحديدا بيكون في نسبة عالية من الزيت بتمشي في الأنباز، وبالتالي دي بتستخدم لأغراض العلف وغيره. فمن ضمن المشاريع المستقبلية الساعين على مصنع للعلف الجاف، بتتم معالجة الكمية الزايدة من الزيت في الأنباز، بيحصل لها ريكفري، والكمية اللي بتكفي لأغراض النسب الموضوعة للعلف على حسب مكوناته وعدداته بتستخدم في 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 صناعة العلف، ودي من المشاريع المستقبلية للشركة في الفترة القريبة القادمة. 60% من مصانع الزيوت في السودان متوقفة عن العمل، من أصل 253 مصنعاً، فما هي الأسباب الكلية والمشتركة التي أدت إلى توقف المصانع؟ صناعة الزيوت حالياً تعاني ما تعاني، توجد العديد من المعوقات أدت إلى تقهورنا في إنتاجنا المحلي زراعياً، ده على مستوى الزراعة، وعلى مستوى الصناعة توجد مشاكل حالة إنه هذه الصناعة تتقدم. معلوم عندنا حوالي 253 مصنع منشأة، في المتوسط رأس مال كل مصنع لا يغير عن 2 مليون دولار المتوسط. للأسف بالمشاكل المعوقات عندنا 60% من هذه المصانع متوقف، وجل هذه المشاكل للأسف يعني ظلت هي متوارثة وتفاغمت حقيقة هذه المشاكل مع الحصار الأمريكي للسودان، اللي هو ده في نحن حرمنا من التعامل مع المصارف العالمية، وده كان له أثر بالغ، وحقيقة أسهمت فيه الحكومة السابقة في علاقتها بالعالم الخارجي، اللي هي نحن تعرضنا للحظر وتعرضنا للحصار، وإلى يومنا هذا في عدم إمكانتها على الحصول من في تمويل من خارج السودان، ومعلوم إنه أمريكا حتى هي يعني تسيطر على كل الممولين، إذا حرمنا من تمويل أمريكا فبالتالي نحن نحرم من تمويل من عدة دول. عدم مواكبة المصانع للتقانات الحديثة وعدم حصولها على قطع الغيار الملائمة بسبب الحصار الاقتصادي المضروب على السودان هي من أبرز المشاكل التي أدت إلى إغلاق بعض المصانع. عموماً صناعة الزيت ليس صناعة معقدة، لكن هناك إضافات لمصانع الزيوت هي بيسموه المزيب، اللي هو بيخلي الإنتاج بتاع المصنع عالي جداً، بيستخلص كل الزيت الموجود في الأنبازات اللي هي الناتج بتاع العصير بتاع الزيت. يمكن دي الإضافة الوحيدة اللي تخلي المصانع إنها ترفع من إنتاجيتها. السياسة بتاعت التصنيع كلها والسياسة بتاعت التصدير دي هي الدولة بتضعها، وأنا أعتقد إنه حس الآن البرنامج الموضوع الإسعافي فيه اعتبار للمطلوبات المطلوبة لإنه التحول الصناعي والتركيز على الصادرات، إنك يحصل توفير للتمويل المتوسط الأجل اللي هو
بموجه بتقوم الصناعات أو بيحصل إضافات للصناعات الموجودة الآن يعني. ثانياً فيه تركيز على المسألة بتاعت الإنتاج، والإنتاج بيتقانى لأن دي كلها في الآخر بتترجم لحجم التمويل. أخيراً بتبقى المسألة بتاعت سياسة الصادر وكيفية يعني تحسين سعر الصرف والعائد للمصدرين وبالتالي العائد للمنتجين. من المشاكل التي تواجه صناعة الزيوت في السودان والتي تعد صغيرة ولكنها بالغة التأثير تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية وارتفاع أسعار الجازولين مقارنة بالكهرباء بنسبة 55%. تتعدد المشكلات ويبقى السؤال واحدا، أين المخرج؟ هنالك خطوات. أنا أأمل في الحكومة الحالية، حكومة السودان الجديد، أن تضع موضع اهتمام العمل على إعادة المشاريع الزراعية الكبرى لإنتاج هذا المحصول الهام، المحصول النقدي الهام اللي هو إذا تم تصديره بشكل غير منتهي نهائي يدير للبلاد محصول جيد من النقد الأجنبي، نحن في أمس الحاجة إليه. إذا تم تصنيعه بشكل زيوت وأعلاف أيضا يضيف الكثير للاقتصاد القومي. أيضا على 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 الإدارة العمل على خفض العديد من الجبايات ومحاربة المضاربين اللي هم موديل بيمثلوا برضه شريحة كبيرة جدا، دعم وتشجيع صناعة الزيوت بالبلاد، إعادة توطين المشاريع الإنتاجية ذات الطاقة الكبرى اللي هي بحجم العرض. كلما زاد العرض كلما غلى السعر. العمل الجاد على تحسين علاقاتنا مع العالم الخارجي والحصول على التعامل المصرفي الحر كما كان في قبل حكومة الإنغاز، وأنا أعتقد ده سبب هام جدا 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 لخلق انتعاش حقيقي لصناعة الزيوت في السودان. فإن الأسباب بعضها بيد الدولة والآخر بيد رفع العقوبات الاقتصادية المضروبة على السودان. أنا أعتقد في فرصة طيبة جدا للتوسع الرأسي في إنتاج الفول والسمسم وبذرة القطن أو القطن، لأنه كل التجارب حسي على تطبيق التقانة في زراعة القطن اللي اتعملت في منطقة الضعين أدت نتائج جيدة جدا. القطن الفول وصل إلى 700 كيلو، وأنا أعتقد إذا عمم في مناطق إنتاج القطن في دارفور وكردفان بتقفز بالإنتاجية الحالية اللي هي 7 يعني مرات، وأنا أعتقد ده كان أخذناه كمحصول فول براه بيحقق الاكتفاء الذاتي وبيحقق فوائد كبيرة جدا، خاصة هناك طلب شديد جدا على زيت الفول وعلى الفول الخام يعني بكل منتجاته، هناك طلب. كذلك السمسم برضو التطبيق التقانة فيه قفز بالإنتاجية لأربعة مرات. أنا أعتقد ده لو الناس حرصت على المساحات المزروعة فقط يعني تنميها رأسيا ممكن نصل للمسألة بتاعت الاكتفاء والفوائد بتاعت التصدير، خاصة كمان أنت لو مشيتي في التصنيع يعني الفول ده ما يتصدر خام، يتصدر كزيوت وكأنبازات وكده. لابد من إقامة مصانع زيوت متكاملة تفيد من مخلفات الصناعة الزيتية في إقامة صناعات تحويلية مثل الأعلاف وحلوى الطحينية وغيرها من المنتجات لضمان الإفادة الربحية القصوى من المنتجات الزراعية، بدلاً عن تصديرها خام وإنفاق العملات الأجنبية الطائلة في استيراد مشتقاتها المصنعة.